جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب غسل الأذنين عند الوضوء بصب الماء عليهما وعلى ظاهرهما وباطنهما، أم يكفي المسح؟ جزاكم الله خيرا. الذي أوجبه الله جل وعلا هو المسح، ولا يجوز الزيادة على ما أوجبه الله. غسل الرأس أو غسل الأذنين هذا من الغلو المنهي عنه، ولا يكون مشروعا، لأن الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، فأمر بالمسح ولم يأمر بالغسل. والأذنان من الرأس، يكفي مسحهما ظاهرا وباطنا بأن يدخل أصبعه السبابة في خروقهما ويدير إبهاميه على فروعهما، هذا هو المشروع. نعم.